السلام عليكم شميسات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صباح النور. اليوم بديت معاكم الفيديو من الصباح بكري، يعني دابا تقريبا هذه 7 ديال الصباح. قلت علاش لا ما نشاركش معاهم يعني الصباح شنو كندير، يعني كيفاش كندير كنعساني بالبشره ديالي. واخا راه صراحه هذه راه شي شهر اولا شهر ونص، يعني كنت كنفيقني حتى وجهي ما كنتش كنغسلو. والبنات راه كاين الفرق ما بين مين كتكوني كتهلاي في وجهك ومين ما كتكونيش كتهلاي في وجهك. يعني انا الحمد لله دابا هاد الايامات مؤخرا وليت نغسلو ونرطبو، كنحس على انه وجهي مرطب مزيان، فيه واحد اللمعه زوينه، فيه واحد النضاره، وجهي كيبان صحي. اما شحال هادي نهار على نهار نهار على نهار نهار على نهار كيبدا يتجمع فيه الوسخ، كيبدا يبان الوجه صفر، كيبدا يبان الوجه كيتغلق، حتى اللون ديالو كيتغلق، كيبقى كيبان حرش، كيزيد ينشف. فدائما خاص الانسان الى قدر بطبيعه الحال ويكون المورال ديالو مزيان يتهلا في الوجيه، لانه حنا غادين وكنكبروا ماشي غادين وكنصغاروا. المهم البنات الماء ما نعاودش لكم، كيهود فحال مخرجينه من الكونجيلاتور. دابا مع كاين البرد بزاف سبحان الله الماء كيهود بارد، وهذا احسن ماء للوجه، كيدير فحال واحد الليفتينغ طبيعي للوجه. المهم غسلت الوجه ديالي ما كنعقش عليه، واخا بارد كنغسل الوجه ديالي الصباح. هذاك الجيل اللي وريتكم البنات فيه الرغوه راه ديال ميركادونا، ان شاء الله هاد لي برودوي كاملين غنخصص لهم الا ما خف نكذب الفيديو الجاي ان شاء الله نخصص لهم فيديو غنعطيكم الراي ديالي فيهم. وهاد جوج ديال البرودويات هادو اخر ما خرجات ميركادونا، سيروم وواحد الكريم للتفتيح، ما غنهضرش لكم عليهم في هاد الفيديو هذا باش ما يجيش طويل بزاف، غنخليه في شي فيديو اخر، يا اما الفيديو الجاي اولا اللي من موراه ان شاء الله. وغنهضر غنهضر لكم على كاع هاد المكونات مزيان. المهم غسلت الوجه ديالي البنات، من بعد درت ليه سيروم وكريم مرطب، ضروري نستعملوا كريم مرطب وخا تكون البشره ديالنا دهنيه. ومن بعد ما نساوش البنات هاد البلاصه ديال العينين، دائما كنتهلاو في الوجه ديالنا وكنساو هذيك المنطقه حول العينين. حتى هذاك الكريم ديال ليدل غنعطيكم الراي ديالي فيه. المهم اخر حاجه هو الكريم ديال الشمس، ولا بد البنات الكريمات ديال الشمس انا اللي كنستعمل هو هذا، راني كنت ديجا هضرت لكم عليه في واحد الفيديو، غيبان لكم الرابط بالنسبه للبنات اللي دخلوا جداد وبغيو يعرفوا معلومات عليه، غيبان لكم واحد السطير طالع في الفوق، بركوا عليه وغيديكم لهذاك الفيديو. المهم هاد لي كرو البنات فن فن، ولكن خاص الوجه ديالكم تكونوا مرطبين وما تجيوش مباشره تحطوا على الوجه ديالكم، راه غيبقى كيبان لكم اش غنقول لكم فحال شي حيط كت مقشر. ضروري ترطبوا البشره ديالكم عاد داك الساعه ديروه من الفوق، حيت هو لا تكستور ديالو شويه خاصها الخدمه باش الوجيه ديالكم كيبقى كيبان طبيعي وفيه شويه ديال الخدمه، خاصكم تدهنوه مزيان، ولكن راه بيو المكونات ديالو طبيعيه. على داكشي انا كنديرو في وجهي كامل حتى في الجهه ديال العينين، وكيبقى الوجيه فيه واحد اللمعه وما تحتاجوا ديروا لا فون دو تا لا والو. واخيرا مكياج خفيف. صباح الخير عليكم يا وجوه الخير، ضربه فيا الشمس غير قبلوا على التصوار. نعاود نسلم عليكم، كي دايرين البنات؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان. المهم انا خرجت فقط في الصباح بكري، عندي الدار مجموعه، عندي الغداء موجد، البارح كنت درت الهرقمه واليوم ان شاء الله المراجعه. قلت علاش غنبقى في الدار، والصراحه قنت صافي. فقت في الصباح مع ولدي، لبست عليا، قديت الحاله، ها كنطلعوا المورال. مين كنكونوا من برا مزيانين حتى داكشي كينعكس علينا من الداخل. صافي البنات دابا غنمشي غنفطر، ومن بعد غنمشي للسوق. كاين هنايا واحد البويبل حدايا سميتو لا بايدوشو، اليوم عندهم السوق، غنضرب واحد الدويره. راكم عارفين هنايا في السوق كتكون الخضره موجوده، الثمن ديالها رخيص على لي سوبر مارشي، ماشي كتكون هي الخضره، كيكونوا حتى الحوايج، بيجامات، كل شيء. المهم ندوز الصباح ديالي، ما نبقاش في الدار 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 الدار، الجلاس في الدار بزاف كيمرض. ومن بعد ان شاء الله البنات غنمشي للزيمان. زيمان حويجاتها زوينين، خاصه الحويجات تاع الوليدات الصغار. راني قلت لكم داك المره خديت لولدي حويجات صبن ورد، ما تحبوا ليه ما حتى شي حاجه. الملابس الداخليه لا ديال الكبار ولا ديال الصغار حتى هما زوينين، غير هي داك البيجاما اللي كنت خديت لراجلي، كنت خديت ليه واحد السيرفيت، قلت لكم ان شاء الله فاش نصبنها راني نرد عليكم الخبر. ما عجبتنيش البنات حيتاش ما قفزات ما حتى شي حاجه، ما تعوجت ليها الخياطه ما حتى شي حاجه. الله دابا عاد بنت مزيان. جا الكاميون كاع بقيتي واقف.
قلت لكم البنات السيرفيت مقفزات، ما تعوجت ليها الخياطه ما حتى شي حاجه، غير هي تحبات. دونك ما غنعاودش نشري منها شي حاجه ديال الكبار، غير الملابس الداخليه عندهم زوينين، صبن ورد، ما كيتعوجوا ما حتى شي حاجه، وحتى الحويجات ديال الدراري عجبوني. وهذا هو فطوري خفيف ظريف كما العاده، ولكن البنات راه كيشبع، كيخليك تحسي بالشبع واحد الوقت طويل. كاين واحد الاخت قالت لي جيها راه بغيت نضعف وما بغاش يهود ليا لو بوا ديالي، رغم انه ما كنفطرش في الصباح، كنشرب هي كاس ديال القهوه. راه هذا اكبر غلط، حيدي العشاء وما تحيديش الفطور. الفطور واحد الوجبه اللي مهمه بزاف، كتخدم عليك النهار كامل. يعني في الصباح فطري، غير هي عرفي اشنو خاصك تفطري. انا مثلا البنات دائما في الفطور كناكل خبز كومبلي، كلي خبز ديال الشعير، خبز ديال الزرع، الخبز فيه الحبوب. المهم ما تاكليش الخبز الابيض، لانه الخبز الابيض كتاكلي طرف ما كيقنعكش، كتزيدي واحد الطرف اخر، بعد المرات ما تحسي براسك حتى تكوني ضربتي كميره. انا كتوقع ليا البنات. ولكن الخبز ديال الزرع ولا الخبز ديال الشعير غتاكلي واحد طريف غتشبعي، كيشبع لانه فيه الالياف بزاف، كيشبع وغيمد لك الجسم ديالك بكاع داكشي اللي حنا كنحتاجو، المعادن وكلشي. انا البنات الفطور ديالي دائما تقريبا فحال فحال، حتى في الدار كنحك مطيشه، وهنايا الاسبان عندهم حتى هما الثقافه ديال زيت الزيتون فحالنا حنايا المغاربه. ديما كنفطر انايا مطيشه تقريبا وزيت الزيتون، حكو حكي مطيشه هكا الا كتعجبك، ديري زويته ديال الزيتون ولا اوميت، المهم اي حاجه اللي تكون صحيه، ولكن كولي معاها الخبز الكامل. وحاولي انك الا كنتي بغيتي تهبطي البوا، يعني القهوه ولا اتاي، حيدي هذاك السكر وان شاء الله راه تهبطي البوا. المهم هنا البنات جيت لزيمان، دخلت نيشه للجينات، لانه انا ديما خاصني الجينات، راكم عارفين الدراري هجري يجري عليا يجري عليك، طاح واحد طاحوا كاملين. المهم كيجي وكيمشي تجي نهار الاول جديد، نفس النهار كيجي مقطع في ركابي، باقي ما هبطوش، ما دارينش صراحه شي تخفيضات. اللي عندها شي بابيتو شي بيبي اولا كتسنى شي بيبي في الطريق، راه عندهم ملابس فنين، المونطوات الخريسيات هكاك، عندهم حويجات فنين ودايرين ليهم 50%. هادو هما التخفيضات اللي بانوا ليا دايرين، سينو في داك الشيء الاخر راه باقي الاثمنه هما انا درت لكم هي واحد الجوله خفيفه، حقاش ما لقيتش شي حاجه اللي مهمه اللي غنصورها. مخفضين شي حاجه في الحوايج ديال الكبار، وكاين انا الحوايج ديال الكبار ديال زيمان ما عنديش معاهم، ها نتوما شفتوا المحلات يعني ما مهبطينش الثمن. هادو المانطيليس ديال الطبله اللي بغيت نشارك معكم البنات، فنين عجبوني. هادو راه ماشي ميكا، دايرين فحال التوب، دايرين هما فيهم شويه الميكا، ولكن واحد التوب في شكل واحد التويب اللي زوين ورخاصين في الثمن. ساعه انا عندي الطبله كبيره بزاف ما لقيتش القياس ديالها، قلت نشاركهم معاكم. عندهم ديزارتيكل زوينين لا ديال الدار، عندهم حتى لي زوره ديال الناموسيه، والاثمنه رخص من بريمارك. المهم ديجا انا كنت دايره في لاشين، درت لكم جوله في زيمان، اللي دخلات جديده تحاول انها تضرب واحد الدويره. ما كاينش في كاع المدن الاسبانيه البنات، في اندلسيه وقيلا انا في غرناطة قلبس ما لقيتش هذا المحل كاين، مي راهم غاديين وتيحلوا المحلات، غاديين وكيحلوا المحلات، اكيد انه غيجي واحد النهار اللي غيحلوا. دائما من تبغيو تعرفوا المدينه ديالكم واش فيها شي محل ولا لا، ما عليكم غير تدخلوا لجوجل ديري السميه ديال المحل والسميه ديال المدينه ديالك، وغتعرفي واش المحل كاين ولا ما كاينش. الا كان راه كتخرج ليك كيعطيك لادريس اكزاكت فين كاين، عندهم الماعن عندهم كل شيء. ورجعت للدار، دخلت للكوزينه انا ريال الناس، عرفتي راه هذا العام ما شاء الله جا السن ديال البرد الحمد لله. دخلت للدار بدلت حويجاتي وعاوتاني خرجت وعاودت رجعت وعاوتاني خرجت وعاوتاني رجعت، حيت دابا ما بقيتش كنخلي ولدي ياكل نص نهار في الكوميدور، كنجيبو ياكل هنايا في الدار، ولي دابا ساعه غاده جايه. المهم البنات دابا دخلت للكوزينه، غنصايب معكم واحد الكراتان في الفران كيجي فن، تقدروا ديروه سوا في الغداء، انا غنديرو ان شاء الله العشاء، غنوجدو بكري حيت اصلا كيعجبني نتعشى بكري. تقدروا ديروه في الغداء تقدروا ديروه في العشاء، ساهل وليداتكم غيحماقوا عليه، وما تيطلبش منكم واحد الوقت بزاف في الكوزينه. نحتاج لهاد الوصفه بطاطا، هي دايره هنايا كتسلق بطاطا على حساب نتوما شحال كاينين في الدار. عندي هنايا نص كيلو ديال الكفته، الخضره اللي بغيتو انا درت فلفله خضراء بصيله وخيزو، غنحتاج طوماطي فريتو، الصلصه ديال المطيشه، هنايا العطريه اللي غنديرها الكفته انا غنوريها لكم، والجبن محكوك. غندير الخضره هي الاولى، هنا راه درت شويه ديال زيت الزيتون، وغنحط الخضره تشحر ليا، ليها غير شويه ديال الملح شويه
واخمم شويه ديال المليحه شويه ديال الابزار، غنخليها تقلى ليا واحد شويه بما تدخلها الطياب. هنا البنات في العطريه ديال الكفته اللي متبعيني من هذه شحال عارفين العطريه ديالي انا ما كنبدلهاش، عندي هنايا الملحه، معلقه صغيره ديال الكمون، واحد نص معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، هنا عندي معلقه صغيره ديال الثومه بودر، راس معلقه صغيره ديال القرفه كتعطيها واحد البنه واعره، شويه ديال الابزار، وديروا معلقه صغيره ديال التحميره ضروري البنات التحميره. انا راه تصدمت جيت لقيتها ما بقاتش عندي وما فيا ما نخرج نشريها، ضروري نتوما تزيدوا واحد معلقه صغيره ديال التحميره وصافي. هنايا عندي مطحنه معاها شويه ديال القزبر المعدنوس، وغنخلط كلشي مزيان بالحق حتى نزيد عليها حتى تشحر لي هاد الخضره، وغنزيدها هنايا وغنخلط كلشي مزيان. البطاطا هذه تسلقات غنمعسها البنات مزيان، وغنزيد عليها الحليب. الحليب على حساب البطاطا على حساب القياس اللي عندكم، انا هنايا دايره 3 ديال المعالق كبار ديال الحليب، غنزيد واحد شويه ديال الجبن محكوك، الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا جبن مثلثه تقطعوه طريفات حتى هو كيجي زوين، وغندير شويه ديال المليحه ما تكثروش لان ديجا الخضره والكفته راه درنا فيها الملحه، شويه ديال المليحه هنا، هي واحد شويه ديال الابزار اللي كيعجبو الحار بغى يزيد الحار يدير الحار، وهنا البنات عندي شويه ديال الزعتر ما تكثروش منه باش ما تجيكمش مره، انا درت غير شويه ديال الزعتر صافي، وغنخلط كلشي مزيان. ولي ولي مسكينه مشات هذه الله يرحمها، شوفوا يا البنات كي دارت تهرسات مسكينه. معليش معليش غنقضي بهذا الشيء اللي كاين حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي نقدروا نشكلوها بكل سهوله. ها هي البنات هذه غنخليها على جنب، وغنجيب هذه الكفيته اللي عندي ها هي هنايا، غنزيد لها هذه الخضره. الخضره البنات راني شحرتها واحد شويه نص طيبه حتى سخفات، راه كتزيد طيب في الفران. الا ما عندكمش مع الخضره ولا وليداتكم ما عندهمش معاها قطعوها طريفات صغيورين ولا حكوها باش ما تجيش باينه، وخليوها حتى تدفى ما تزيدوهاش وهي سخونه، انا خليتها حتى بردت ليا، غنزيدها على هاد الكفيته هذه كتجي البنات زوينه. هاد البلاطو هذا كيجي زوين ديروه للعشاء ديروه للغدا، ما تيجيش فيه مزيت بزاف وتيجي صحي، راه فيه الخضره وفيه اللحم صافي. وغندخل شي فشي حسو طالعه منها واحد الريحه زوينه. هنا البنات غنشعل الفران، غندير واحد شويكه ما تكثروش بزاف ديال الزيت، شويه ديال زيت الزيتون، وهاد الكفيته هذه قسمتها في الاول باش يجيوني فحال فحال، لانه بعض المرات كنبقى ناخذ عشوائيا من كنسالي كنلقى راسي درت وحده كبيره وحده صغيره، هكا كيجيوني ساهلين صافي البنات. وكنبدا نشكلهم على شكل بطاطس، هذاك الشكل ديال البطاطا، من بعد كنجي كنبسطهم كندير لهم واحد الحفيره هنايا الوسط باش غنعمرهم من بعد بالبطاطا. وهنا البطاطا كندير نفس الحاجه يعني كنقسمها على حساب الكويرات اللي عندي هنايا ديال الكفته، وتا هي كنشكلها كنعطيها هاد الفورمه هكا طوليه، وكنعمر بها الكفته كنديرها بحال هكا كتجي البنات. هذا غير جربوه راه غتحماقوا عليه، لا نتوما حتى الدراري الصغار تعجبهم، وتياكلوا الخضره بلا ما يحسوا، لان من الفوق تيكون الفروماج وداكشي اللي تعجب الوليدات الصغار، تياكلوا الخضره بلا ما يحسوا. خديت واحد شويه ديال لاصوص طوماط خففتها بواحد شويه ديال الماء، ما درت لها العطريه لا والو باش ما يجيش داك الشيء كثير، غير شويه ديال الماء غنحركها مزيان وغنسقي بها هذا الشيء من الفوق. من بعد البنات غندير لها واحد شويه ديال الفرماج،
البنات العشاء وجد درت معاه غير واحد الشلاضه صافي كيجي زوين وخفيف. انتما البنات كيفاش كيجي من الداخل كيجي اش نقول لكم بلا ما نشكر، جربوه نتوما وداك السعلاء ردوا عليا الخبر كيف ما ديما. نتسناكم تصيفطوا ليا البنات تصاورات في انستغرام. كتجي مقرمشه كتجي فنه فنه كفته، راكم عارفين دغيا كطيب. فوالا البنات، بالنسبه للوقت ديال الطياب على حسب الفران ديال كل واحد. انا خدات ليا شعلت الفران على 200 وخدات ليا 35 دقيقه باش هي باش تحمر ليا الفران. كيعجبني هي باش يتحمر ليا الفران، وسمعوا الله يستر، هي باش يتحمر ليا الفروماج من الفوق كيعجبني انا بحال هكا باش ياخذ هذاك اللون الذهبي. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شعري مسكين خاصني ندور به ولا حالته حاله، هاد جوج ديال الالوان ما كيتلاقاوش. هذا هو الخايب في الصباغه، انها كتبدل كتعطيك واحد اللون مغاير، ولكن اون فوا كيبداو يطلعوا الجذور الا كان شي لون مفتوح كيولي يبان شعشع نورو. هذه راه شحال شي 5 شهور البنات، ياك 5 شهور 6 شهور هكاك ما صبغتوش. ان شاء الله غنحاول ندير شي لوين هكا اللي زوين. بعدا قبل ما نختم الفيديو كنقول لكم البنات شكرا لكل وحده خلات ليا كومونتير في الفيديو الاخراني، ما تصوروش التعاليق ديالكم شحال عجبوني وشحال هزوا ليا المورا. سبحان الله الكلمه عندها واحد الوزن ثقيل على الانسان، يعني كاين فرق كبير ما بين الكلمه الزوينه والكلمه الخايبه. دائما الكلمه هكا الحلوه كتخلي الانسان يطلع ليه المورال ديالو، كتخلي الانسان انه يفرح. كل وحده كتبت ليا ميساج كنشكركم بزاف بزاف بزاف، الله يسعدكم دائما وما عمري يوريكم شي حاجه خايبه في حياتكم. كاينين بزاف ديال الاخوات اللي حلوا ليا قلبهم عاودوا ليا التجارب ديالهم. الله يعوضنا خير جميعا ان شاء الله يا ربي. اللي عندها شي وليدات الله يخليهم ليها، الله يحفظهم ليها، تشوفهم ان شاء الله كيف ما كتمنى كيف ما باغا وتوصل معاهم لداكشي اللي طامحه ليه. اللي باقي ما جابش لها الله وباقي ما عطاها ربي وليدات، الله يرزقها ان شاء الله الذريه الصالحه. خاص غير الصبر وكثروا من الدعاء، ربي راه قال ادعوني وانا استجيب الدعاء. وحاشا واش ربي وعدنا بشي حاجه وما يحققهاش لينا، غير هو ربي كيبغي العبد الملحاح. ما وصلتكش الحاجه هاد العام ماشي مشكل، ما تيأسيش، بقى يدعي 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 يدعي، الدعاء راه كيريح حتى النفس. المهم كنشكركم البنات كاملين، الحمد لله انه ربي رقاني، كنحس بكم في حالي، كنحس بالشخصيات ديالكم في حالي. النساء سواء الامهات اللي في السن ديال الام ديالي الدعوه ديالهم زوينه، سواء البنات اللي في لاج ديالي، سواء الكتاكيت اللي صغيوري اللي تيخليو ليا حتى هما ميساجات. الله يحفظنا لبعضياتنا ويدومها محبه ان شاء الله. المهم ما نزيدش نبلابلي عليكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. جربوا البنات الكغاطا وكنتسناكم تصيفطوا لي التصاورات في انستغرام، انا متاكده جدا 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 انه غيعجبكم. يلا وصلوا ليا فراسكم، خليتكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.